عليكم وبأجمل يوم نمسيكم وعيد سعيد علينا وعليكم حبايبي المشاهدين أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامجكم سوالف ألف. سوالف ألف أكيد يأتيكم من قناة الديار الفضائية. أنا أنت شنو أرنوب لو شنو؟ أرنوب أكيد. طبعا أسألك سؤال، إذا جاوبت أعطيك هدية وإذا ما جاوبت تعطيني 1000 دينار، أوكي؟ هذا البرنامج برعاية مراكز الدكتورة أطياف، خليكم ويانا. مرات الحياة ما تنطينا للريدة مرة واحدة ولا بسهولة. مثلا أنا تزوجت قبل 6 سنوات، حياتي كانت هادئة ومستقرة بس ناقصة. تعرفون شنو معنى الأمومة بالنسبة للمرأة؟ هذا الهاجس ظل يكبر بداخلي يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، بس ما أعرف ليش كان أكو بداخلي إحساس غريب إنه أكو أمل. زوجي حاول يقنعني أنه ماكو حل، عكس كلام أهلي وصديقاتي أنه أكيد العلم رح يجي بحل، وسمعت عن مراكز الإخصاب للدكتورة أطياف. بالبداية ما صدقت بس أخذت العنوان ورحت. ما شاء الله كان المركز مثل ما سمعت عنه، نسب نجاح العمليات وكم الحوامل اللي شفتهم وشوفت الدكتورة أطياف نطتني جرعة أمل كلش كنت محتاجتها. وهذه كانت قصتي برحلة تحقيق الأمومة. إذا عندك هيك حلم عظيم لا تتردد، لأن قدام تطور العلم ما ظل شي مستحيل. إذا كان حلمك بطفل يتحقق بمراكز الدكتورة أطياف، لا تتردد. نلتقي بالحبيب القلب، شلونك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف. عيد سعيد. الله يسلمك. متزوج لو لا؟ اي والله متزوج. متزوج الحمد لله. يا عيني يا عيني يا عيني. زين الله يخلي عائلتك لك. الله يسلمك. شايل خوذه لو لا؟ اي شايل. ايش قد بجيبك؟ 2000. 2000 يعني ما سوري، النعمه من الله. حبي سحقت عادي. يلا اي عادي ما سوري. يلا اسالك سؤال، اذا جاوبت اعطيك هديه وإذا ما جاوبت تعطيني الألف. شو تقول؟ متفقين؟ يلا نبلش. السؤال الأول، ماذا يسمى صغير الضفدع؟ ضفدوعة. ضفدوعة. الله عليك. تجيب الألف. تجيب الألف. إيه لعشنو؟ يا الله يا الله. وينك مصطفى؟ هذا أول رزق جاني. 1000 دينار. يا ولد. السؤال الثاني. أسئلة صعب. السؤال الثاني، ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ راح الالف الثاني يا ناس. اين انتم؟ ما جاوبك. ابو من انت؟ ابو يمان. ابو يمان. ام يمان 2000 دينار ابو يمان انعلس بيها. تعطيني اسئله سهله المتنبي. هذا سؤال. لا سؤال حلو. سؤال واحد دكتور ما يعرف اسمه. سؤال حلو والله. والله ما اعرف. جيب الالف الثاني. سخن ابو يمان. عندي بعد الالف الثالث. يعني عازمك صدق؟ اذا شوف اليوم تربح وياك انا. تفضل هاي الـ2000 مالتك. لا لا تفضل. وجهك صار اصفر حبيبي. تسلم. شكرا لك. يلا خلينا نشوف ضحيه ثانيه. السلام عليكم، شلونك؟ الله. لا حبيبي العينتين يبوا علي من بعيد. عازبه ينقاط؟ عازبك تنقاط؟ لا لا صدق؟ لا توكل بالله.
با الجلة وزق. السلام عليكم. سلام الله. كل عام وانت بخير. انت بخير. عيد سعيد علينا وعليكم. متزوج؟ لا الله يبعدنا. ايش قد عمرك؟ 20. طول العمر ان شاء الله. اشكرك. ايش قد بجيبك؟ والله محاسب ذنينا. يا الله جل رزق يا اخي. انا من الصبح ايد اليمنى تحكني بهن 150 يعني اكو الاف. حلو. طبيعه برنامجنا اسالك سؤال، اذا جاوبته اعطيك هديه، ما جاوبته تعطيني الف، يعني سؤال بالف. اوكي جاهز. السؤال الاول، ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ المتنبي غير المتنبي. جيب الالف، جيب الالف لك عين اليوم، ما نطلع منها اقل شيء 200 الف. جيب جيب اول الف. يلا السؤال الثاني. يعطيك المحفظه لا 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 لا. سؤال ثاني. جواب. ما هو اسم بيت الدجاج؟ جن. جن نمشي منا. جن نمشي منا. جن. ايه اجابتك صحيحه. صفقوله صفقوله يعني. اجابتك صحيحه اكيد. بيت الدجاج هو القن، بس انت قلت جن، يعني شنو لازم ارجع لك الالف. اوكي اعطيك الالف. اوكي اعطيني جائزه. هاي مقدمة من مراكز الدكتور أطياف بمناسبة العيد الفطر السعيد. شو تقول كلمة من خلال قناة شاشة الديار؟ أول شيء أتمنى الخير للعراق طبعا، هذا الشيء، والقناة الديار والكادر الطيب وشاعي السعيد للعراق كله. حبيبي الغالي تسلم. مع السلامة. الله يبارك. راح الألف، راح الألف. تعال خوي خلي شبكي. الله يساعدك. هلا شلونك؟ الحمد لله. تسوي لقاء وياك عادي؟ لا والله بيها جائزة. شنو هي؟ جائزة. شايل خودل ولا؟ ها؟ شايل خودل؟ خردل؟ ايه. ايش قد بجيبك؟ خير. مع من خالين؟ دفان هذا. اسألك سؤال، إذا جاوبتني أعطيك هدية، وإذا ما جاوبتني تعطيني الألف. أوكي. إيه؟ يعني أوكي. السؤال الأول، ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ تنبي؟ ايه؟ محمد المتنبي غير؟ شو اسمه؟ محمد المتنبي. محمد المتنبي؟ ايه اتوقع. لا لا انت وصلت يا اخي والله. هذا اللي ولت ابحث بس ما اعرف شلون. حنقرا الاسم. ها؟ حنقرا الاسم. تقرا الاسم شنو؟ ها؟ مو انت سنفور غوش ولد؟ ما اعرف السؤال. تحياتي لك حبيبي. اعطيني بوسه. يا يابا شنو دفيت؟ السلام عليكم. السلام. شلونك اخوي؟ هلا اخوي. كل عام وانت بخير. انت بخير. سوي لقاء وياك ولا؟ ما عندي مشكلة. حبيبي الغالي. حبيبي. طبعا برنامج اسمه سؤال بألف. على راسي حبيبي. سالم واسك. سالم واسك. شايل خودل ولا؟ خودل؟ اي خودل. لا ما اتوقع. على شباب شوي خلي يفوتون العائلة. تعالي هنا تعالي. يعني ايش قد شايل؟ خردل؟ اي. ما ادري والله. بها ألف ألفين؟ هو السؤال بألف، إذا أسألك سؤال تجاوبني أنطيك بها ألفين، يعني ما سؤالين، نعمة من الله شباب، اليوم عشاكم على حسابي. السؤال الأول، ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ مو اختصاص اللغة العربية. هو السؤال؟ ها رياضة. شوف قالوا رياضة، يعني علنها على نفسه، زين. إذا أنت رياضة، ما معنى تايكواندو؟ تايكواندو لعبة قتالية يعني. هذا لعبة قتالية العادية شنو هي تايكواندو؟ سألني سؤال بالطوبة، الرطوبة. أما حسيت سؤال بالطوبة. ما هي رياضة الزومبا؟ الزومبا؟ عالق هيك مال أفلام. هذوك عائلتك وين؟ عائلتك وين؟ عائلتي هناك. يضحكون عليك. لأنه ما تجاوب. المهم شفت وجوهك. بدو جيب الألف. كم سؤال سألتك وما جاوبتني؟ ثلاثة؟ لا 2000. حبيبي الغالي اشكرك يا طيب. وعسلف ان شاء الله. 2000 دينار حصلنا من الولد. تعال يا معود، تعال اشاق وياك. اشاق وياك. حبيبي الله وياك. نعم وانت بخير. وانت
كتب الف خير الصحه والسلامه ان شاء الله مستر الخاطر حبيب الغالي. قل لي انت شايل خردة بجيبك لو لا؟ شنو شايل خردة؟ والله بالسياره الاف منا موجود هنا موجود؟ لا بالسياره بس اذا بالسياره ما توهم لا لانه احنا فكره برنامجنا سؤال بالف عادي اسالك سؤال اذا جاوبت اعطيك هديه ما جاوبت تعطيني الالف يلا عادي ومين تجيب الالف اذا هي بالسياره موجوده اوكي ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ أول سؤال وأول ألف. أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب؟ اسمه؟ أبو الطيب المتنبي. لا اسمه مو أبو الطيب. لا شلون؟ اسمه هاي اسم الكنية أعتقد. أبو الطيب المتنبي وحافظ له أبيات. لا. بلى؟ لا مو. هسه نقولها أنا وياك، قول لي إيش حافظ له؟ إيش حافظ أنا؟ أنا أسألك سؤال. هو اسمه أبو الطيب المتنبي. لا اسمه عنده اسم. لا أنا أعرف إنه أبو الطيب. هسه أنت شو اسمك؟ أنا اسمي سبع. ايه؟ سبع؟ نعم. يصحوا لك أبو الزين؟ لا هاي اسم الكوني ها افتهمت قصدك بس انا هو المتنبي يعني ما سامع انا يعني قارئ قصائد واشعار بس انا ما سامع انه له اسم انا سامع كنيته ابو الطيب المتنبي بس هو له اسم اشكرك حبيبي ممنون منك قلبي اكيد حبايبي المشاهدين ما زلنا متواصلين وياكم هذا البرنامج برعايه مراكز الدكتور اطياف خليكم ويانا رجعنا لكم حبايب المشاهدين نلتقي باحدى الشباب تعال تشتري شلونك؟ والله بخير شو اخبارك؟ والله كل عام وانت بخير وانت بالي بخير عساك من عواده ها؟ عساك من عواده من عواده يقول لي ها؟ المهم اسالك سؤال اذا جاوبت اعطيك هديه يلا بس هذا الولد يمكن راح اقتلك تعال وإذا خسرت تعطيني ألف يلا تو مرة يلا جيب الألف طلع الألف ماذا ما هي رياضة الزومبا؟ هي هذا الألف ها خليني أمك ما هي رياضة الزومبا؟ شنو؟ رياضة الزومبا رياضة الزومبا إيه احنا مو قلنا سؤال تسأل لوت أنت تعطيني الألف وأضحك صار لك ساعة جبتها من الطابق الأول للفوق راح اتلف عليك هو قال ذاك تعال اسال توجع لي الالف قلت تعال اسوي فد وجهكم حبيبي شكرا السلام عليكم عليكم السلام كل عام وانت بخير انت بخير ان شاء الله عساكم من عواده انت تهم ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه يا عيوني طبعا برنامج احنا سؤال بالف سؤال بالف، إذا سئلت سؤال وجاوبتي عليه أعطيك جائزة، وإذا ما جاوبتي عليه تنطيني ألف. إن شاء الله إن شاء الله داتشة. شايلين خودة لو لا؟ إن شاء الله نصرف لك. شايلة خودة، أوكي نبلش وياك أمن. أم عبد الله. أم عبد الله ونعم منك، يلا أم عبد الله. ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ أبو الطيب المتنبي. لا هو اسم. إله اسم. هذا السؤال إليش بعدين ارجع على انا اعرف اسم ابو الطيب المتنبي زين ما هو اسم ليش سمي بالبحر الميت؟ لان يعني ما تعيش بالاسماك كلها خجلتوني طلع صح اجابتي صحيحه فازت ويانا اكيد هسه جائزه إليش الاخت السلام عليكم كل عام وانت بخير وانت بخير اسال السؤال اذا جاوبتي أعطيك جائزة، وإذا ما جاوبتي تنطيني ألف. شايلة خودة؟ ليش لا؟ الله، إيش قد؟ إيش قد متري؟ 2000؟ أكثر يمكن. الله، لعبت خوش. ما هو أذكى حيوان بالعالم؟ العكس لو تريده. شلون؟ العكس لو شنو؟ لا، ما هو أذكى حيوان بالعالم؟ أذكى حيوان. كلها تستخدم مخها. ما هو أذكى؟ ماذا قلت لك هو اللي يسبح؟ ما ادري ما اعرف يعني ما عرفتي اوكي لا ننتقل كل عام وانت بخير انت بالف خير شو اخبارك؟ الله يسلمك بين انت الاف ما عندك كلها 25 كلها حمى اسال السؤال اذا جاوبتي انطيك جائزه واذا ما جاوبتي تنطيني الف ان شاء الله جاهزه؟ اعطيك نفس السؤال مال البنيه لو غيره؟ لا نشوف تشوفين ما هو اكبر حيوان بالعالم؟ أكبر حيوان بالعالم أكبر؟ فيل؟ لا أنت أخذتي حق الجن الزعمة كليتنا قوام لا يعني لا هي أخذت جائزة
ها. اكبر حيوان. اكبر حيوان بالعالم. من تعرف الجائزة قاعد، من تعرف السؤال قاعدون. اكبر حيوان. ايه. حذف اجابتين ما ابي. خسرت يعني، حظ اوفر. اوكي جيم اوفر. الاخت فازت ويانا طبعا. جائزه مقدمه من مراكز الدكتوره اطياف بأربيل اكيد والبصره وبغداد. اوكي الف مبروك. شكرا. شو تحبين تقولين كلمه؟ الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله العمل خير للعراقيين جميعا، الامن والامان ان شاء الله. شكرا لك. تريدين جائزه؟ يلا خليكم ويانا. حبايبي المشاهدين رجعنا وياكم اكيد ونلتقي ويا عائله جديده. السلام عليكم. سلام عيني. شلونك؟ هلا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، صحه وسلامه حبيبي الغالي. الله يخليك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ام ابو من؟ انا ابو رند. ابو رند. ام رند، سؤالنا، اسالكم سؤال، اذا تجاوبون نعطيكم هديه، واذا ما تجاوبون تنطوني 1000 دينار. سعر السؤال ب 1000 دينار. اوكي. اوكي. شايل خودة انت لو؟ شاركي. يعني شايل خودة. يلا نبلش. السؤال الأول. لماذا سمي لماذا سمي شنو؟ ما الاسم الحقيقي للمتنبي؟ هو نفس المتنبي. لا غير الاسم. هو شاعر. اوكي بس هو اسمه، اسم المتنبي. ما أعرف. زين، أذكى حيوان بالعالم. راح الألف. راح نطلع. جيب الالف. ما السؤال الاول؟ اعطيك الف. اي جيب عشان. هاي الالف. اليوم حتخلص فلوسه. زين. السؤال، كم عدد اللغه، كم عدد احرف اللغه الانجليزيه؟ ما تعرفين؟ 24. لا. احسن شيء انت لا تجاوب. حتخلص الالاف. لا 28. شنو؟ شنو الجواب؟ قول لي شنو الجواب؟ هسه هسه شاورك. ما تغششونا يعني؟ احس واحد وايد شكوى معود. قلقوني ذولا وايد يوقفون. هي وصلت والله يتربحها. وصلت 30 يعني؟ لا هي وصلت. قلل قلل قلل. اقل 26. يا معود احس بيها. لا صحيح عمي، خليني نفوزهم. مبروك عليكم. اعطيني جائزه حبيبي. الالف طبعا يرجع لك اكيد. احنا نحب نشاق وياك اكيد. لا حبيبي. شو تحب تقول كلمه؟ والله احب اقول بهذا العيد كل عام والشعب العراقي بخير وصحه وسلامه. ان شاء الله الامن والامان على كل الشعب العراقي ان شاء الله. مبروك عليكم حبيبي. تسلم تسلم حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. انت بخير الجميع. طبعا سؤال، سؤال بألف. فكره البرنامج سؤال بألف. اسال السؤال، اذا جاوبتي انطيك جائزه، واذا ما جاوبتي تنطيني 1000 دينار للسؤال الواحد. شايله خوده لو لا؟ عادي. اليوم ايش قد الدخل راح يصير؟ 100 مو؟ اوكي. من هو اذكى حيوان بالعالم؟ اذكى حيوان؟ اذكى حيوان؟ اذكى حيوان بالعالم. ترى مو الفيل. تعال تعال تعال. اسد. اسد اذكى. لا لا ابو الاسد. اذكى حيوان ال والله العظيم. القط. القط اذكى. لا. احنا نعتذر. اسفين. ما حظ اوفى. يا عيوني. تسلمين. اريد اسالك سؤال. السؤال اذا جاوبتنا علي يعطيك جائزه، واذا ما جاوبتنا علي تعطيني الف. يعني سؤال بالف. ماذا يسمى
ماذا يسمى ابن الضبيع؟ انا نسيت. ايوه هذا السؤال. ماذا يسمى ابن الضبيع؟ ابن الضبيع؟ ايه ابن الضبيع. الضبيع؟ يا ابن الضبيع. هو الضبيع؟ لا ابن الضبيع الاسم. اجتك طايره لوين؟ ابن الضبيع. السؤال لي ميسر هسه، شنو السؤال؟ اي ابن الضبيع. ضبي. السؤال نفسه. ضبي؟ ابو ضبي. لا 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 سؤال. لا شلون غير سؤال؟ لا ميسر. ابن الضبيع غير؟ اي أب... ايه. الضبي. نعم. هذا سؤال والله يابا والله سؤال سؤال كل السهل. هو الضبي. لا ابن الضبي له اسم. ابن الضبي. نتمنى لك حظا اوفر يا اخي. جيب له الف. غلس. جيب له الف. جيب له الف. عمي هاي تستاهل. خليه يا حبيبي. شو تحب؟ لا لا خلاص. لا 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 لا. شنو؟ شنو هاي؟ انت جاوبت؟ اي رشا انا جاوبت. يا ابي اجابه صحيحه بس اسمع صفقه كلش قويه. جيب الهديه. منو تجاوب؟ انا من جاوب. لا واحد. انت نفس الشيخ انا جاوب. بسيط. شو تحبون تقولون كلمه؟ نقول كل عام والشعب العراقي بألف خير وإن شاء الله صحة وسلامة للكل. نتمنى لهذا البلد إن شاء الله يعم الأمن والأمان مثل ما الوضع الحالي، وإن شاء الله ربي يستقر وبلد طيب وشعب أبي وإن شاء الله يستاهل. حبيبي تسلمون حبيبي، شكرا جزيلا. أكيد حبايب المشاهدين فاصل ونعود. رجعنا لكم حبايبي من بعد الفاصل، وهذا البرنامج مقدم من مراكز الدكتورة أطياف. نلتقي بالأخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ شلونك زين؟ لا أنت بخير. أنت بخير. شو اسمك؟ حيدر. حيدر. حيدر شايل خردة لو لا؟ والله شايل. ايش قد؟ 2000 خردة. ما سؤالين. أوكي أسألك سؤال، إذا جاوبت أنطيك جائزة، وإذا ما جاوبت تنطيني الألف. أوكي. يعني سؤال بألف. أوكي. أوكي. شنو معنى تايكواندو؟ يسموه تايكواندو. تايكواندو؟ ايه. صفن ابو كرار. سؤال بدلي. لا ما بدلي. صعب. ما بدلي. تايكواندو. تايكواندو شنو؟ تايكواندو هنا ولا فوق؟ لا والله غير السؤال. حبيبي يلا عالجايات. غير السؤال. والله عالجايات. والله عالجايات. حبيبي اهلا وسهلا. مرات الحياة ما تنطينا للريدة مرة واحدة ولا بسهولة. مثلا أنا تزوجت قبل 6 سنوات، حياتي كانت هادئة ومستقرة بس ناقصة. تعرفون شنو معنى الأمومة بالنسبة للمرأة؟ هذا الهاجس ظل يكبر بداخلي يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، بس ما أعرف ليش كان أكو بداخلي إحساس غريب إنه أكو أمل. زوجي حاول يقنعني إنه ماكو حل، عكس كلام أهلي وصديقاتي إنه أكيد العلم رح يجي بحل، وسمعت عن مراكز الإخصاب للدكتورة أطياف. بالبداية ما صدقت بس أخذت العنوان ورحت. ما شاء الله كان المركز مثل ما سمعت عنه،
نسب نجاح العمليات وكم الحوامل اللي شفتهم وشوفت الدكتورة أطياف نطتني جرعة أمل كلش كنت محتاجتها. وهذه كانت قصتي برحلة تحقيق الأمومة. إذا عندك هيك حلم عظيم لا تتردد، لأن قدام تطور العلم ما ظل شي مستحيل. إذا كان حلمك بطفل يتحقق بمراكز الدكتورة أطياف، لا تتردد. حبايبي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. أكيد هذه الجائزة مقدمة من مراكز الدكتورة أطياف. أكيد نلتقي بالعائلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء عايدكم كل عام وانتم بخير، وعايد قناة الديار وجميع الكادر اللي بيها. أبو من؟ وأقول لهم كل عام وانتم بألف خير. حبيب. أنا أبو علاوي. أبو علاوي الذهب. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير يا رب، صحة وسلامة والأمن والأمان على العراقيين جميعا. تسلمين. فكرة البرنامج، أسألك سؤال، إذا جاوبت أنطيك جائزة، وإذا ما جاوبت تنطيني ألف، لأنه السؤال بألف. ماشي. سؤال بلف جو السوق يا ولد. ماذا يسمى صغير الضفدع؟ ابو ذنيبه. شو اسمه؟ ابو ذنيبه. ابو ذنيبه. إيه؟ هذا وين يشتغل؟ حسب ما عرفته. انت شارجه. بالشارجه. انت تشمبر. فكر زي، ما في خيارات تنخ. لا، هو السؤال بلف، شنو قيمته؟ لا طلعوا الالف. تجيب الالف. جيب الالف. جيب الالف اول شيء. السؤال بالف. السؤال واحد بالف يا ولد يا ناس. ما شاء الله. سؤال بالف دينار. السؤال الثاني. يباو عليه. يباو هو. لماذا سمي بال... لا لا لا، هذا ما اعطيك. هذا ما هو اكبر حيوان في العالم؟ فيل. يمكن اكبر حيوان بالعالم الفيل. لا. الاسد. لا. زرافة. لا، راح تعدد الحيوانات كلها. جيب الف. الله، انت لو ممشي عليك مو احسن لك؟ راح تخلص فلوسه. لو خلصت الخرده. حبيبي تحياتي لك. شاق ويا قلبي. كل عام وانت بخير. ايش تحب تقول كلمه؟ والله عايد الشعب العراقي وعايد قناه الديار وجميع الشعب العراقي، اقول لهم كل عام وانت بألف خير وان شاء الله الامن والامان. حبيبي الغالي، نعتذر منكم. شكرا. شكرا. حبايبي المشاهدين، طبعا نلتقي بالعائله الكريمه. ابو من؟ ابو علي. ابو علي. ابو علي، شو تحب تقول كلمه من خلال عيد الفطر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هني اول شيء الشعب العراقي جميعا بكل اطيافه بمناسبه عيد الفطر المبارك، وان شاء الله يعم الامن والامان. هاي ماتي. ان شاء الله. امين. ان شاء الله العراق كله امن والامان. حبيبي الغالي، طبعا برنامجنا مسابقات. اسالك سؤال، اذا جاوبته اعطيك جائزه، واذا ما جاوبته اعطيك الف. تنطيني الف. حافظة. الأخت كل عام تبخير. وانت بخير. أم علي، عرفتي فكرة البرنامج؟ لا والله. أسأل السؤال، إذا جاوبت تعطي جائزة، وإذا ما جاوبتي تنطيني ألف. ماشي. الجنطش قد بي؟ ما في. سدتها أبو زينة من هسه. زين، بيها مجال أبو على السؤال. راح نغش. ما هو أكبر حيوان بالعالم؟ الفيل. يعني شوف الاسترخاء والهاي، الفيل قبا. اكيد اكيد. واذا اقول لك غلط، واذا اقول لا، ايش اللي صار؟ الحوت. انا اسرع عم بطلت. شنو الحوت؟ عم الحوت. لا غلط. ام علي، هو الفيل، الدوب، عندنا الفيل، الحوت، الزرافه، النمله، عدد التظل للصبح. والله طيبه بس ما الحق. ابو من؟ عبد الله. اي ابو من؟ ابو نجم. ابو نجم، ما هو اكبر حيوان بالعالم؟ حوت. يا ابا والله غلط. درتبوها من نام. شلون انا ارتبها؟ هو لو الفيل لو الحوت.
الحوت الازرق؟ لا. وحباوة. لا مو اكو الوان. الحوت الازرق. محمد لا لا شاف. لا والله. شافني والله حوت الازرق. بس الجاد هو ياخذ. انت قلت الحوت. ايه. بس الحوت يا لون. ازرق. الازرق ازرق فاتح لو طوخ يعني. يقول لي يعني اوكي يا حبيبي شكرا لكم طبعا فزتوا ويانا حبيبي الجائزه ابو علي. طبعا هاي جائزه مقدمه من عياده الدكتور اطياف. شو تحب تقول كلمه؟ اول شيء اشكر قناه الديار على هذه الفرصه واشكر كل من ساهم في انجاح هذا البرنامج واشكركم انتم والكادر جميعا ورحم الله والديك. والديك هام علي شو ضابط صفنا؟ لا ماكو شيء. شو تحبين تقولين كلمه؟ نشكر القناه على هاي البرنامج الحلو. كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بالف خير وان شاء الله نلتقيكم على حب الله حبيبي. اكيد نلتقي بالعائله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. طبعا إسلامية بألف خير والشعب العراقي يا ربي عم الأمن والسماء علينا يا رب. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير إن شاء الله صحة وسلامة. طبعا سؤال بألف، عندكم فلوس لو لا؟ آلاف أردة. عندي. عدك شقد؟ شقد تريد آلاف؟ هاي أول ألف راح يجينا. طبعا اذا اسال السؤال اذا تجاوبين اعطيك جائزه واذا ما تجاوبين تعطيني الف. انه السؤال بلف. يلا عادي. اوكي. ما معنى تايكواندو؟ وقعتهم في المقلب. في الفخ. لقد وقعت في الخخ. وقعت في الفخ. يعني تسالني على التايكواندو؟ ما بي شيء معلومات عامه. تعرف فيها رحمه؟ لا. منا لا. جيب الالف ممكن. أول ألف طبعاً حبايبي المشاهدين نستلمها من العائلة. أمه أم مصطفى. أم مصطفى راح تعطينا الألف دينار. يلا أم مصطفى دافنتهن. أم مصطفى أعطتنا الألف دينار. أوكي حلو. يعني هسه طبعاً أنا ارتاحت بالمناسبة لأن أخذت الألف. ألف عافية. الألف مال بضل بيبسي. بألف عافية طبعاً. شكراً جزيلاً. طبعاً حاسأل السؤال آخر وإذا خسرتي أنت نفس الدين الجن. دلع. اوكي راح اسال سؤال ثاني اذا جاوبتي راح اعطيك الجائزه والجائزه مقدمه من مراكز الدكتوره اطياف. اوكي. اي نعم. السؤال الثاني ما هو الشيء اذا لمسته صاح؟ جرس. لا شكو. تخبطت راح الالف يا ناس. صدق تحكي؟ اي مو خلص سالفه. شنو هو الشيء اذا لمسته صاح؟ جرس. أكيد الجرس. أنت ما خايفة؟ خايفة على الألف؟ ذات الألف. تسلمين. لا نشاقة والله نشاقة. نشاقة والله نشاقة. أعطيني الجائزة. طبعا هاي الجائزة مقدمة من مركز الدكتور أطياف بغداد والبصرة وأربيل. شو تحبين تقولين كلمة؟ أهني الشعب العراقي ويا رب يعم الأمن والسلام عليهم يا رب ان شاء الله. شو تحبين تقولين بمناسبه العيد؟ احب عيد الامن على كل العراقيين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. رجعنا لكم حبايبي المشاهدين. طبعا هذا البرنامج برعايه مراكز الدكتوره اطياف. كل عام وانتم بخير. انت بالف خير وصحه وسلامه. كل عام بخير. وانت بخير صحة وسلامة. عبالها داضوبها سوت هيجي. طبعا برنامج سؤال بألف، إذا سألتكم سؤال جاوبتوا أعطيكم جائزة، وإذا ما جاوبتوا تنطوني ألف، هل أنت موافقة؟ موافقة. إن شاء الله. شو ممكن تقرا عمي هو ألف دينار. ألف دينار إيه. موافقة؟ عشرة مو ألف. الله. أوكي. ماذا يسمى ابن الظبي؟ سؤال صعب. سؤال صعب؟ إذا سؤال صعب اعطيني ألف. تمام ألف. اعطوني الألف عيني. طلعوا الألف. سؤال بألف اتفقنا هيك، صح لو غلطان محمد؟
اتفقنا؟ طلع الالف حبيبي. لو تخلوها هسه على الصفحه بعدين. اوكي اوكي اوكي. طيب السؤال الثاني هسه اطلبكم الف اني. ماذا يسمى بيت الدجاج؟ القن. شو هذا عرفوه؟ شنو السالفه؟ شو اسمه؟ قن. قن لو قن؟ قن. زين قن لو قن؟ قن. قن لو قن؟ القن. دجاج فنعرف يعني البيت مالتهم اسمه قن. اها اوكي. طبعا اكيد السؤال صحيح. انت وبحتي ويانا اوكي وحطيتش الجائزه بس اطلبك الف. تمام. تنطوني الالف؟ او الالف وينه؟ هاي الالف من عندي للولد. عيديتك هاي خوش. عيديتك. اعطيني الجائزه حبيبي. مبروك عليكم. طبعا الجائزه مقدمه من عياده الدكتوره اطياف باربيل وبغداد وبالبصره. اوكي شو تحبون تقولون كلمه؟ نشكر المركز الدكتوره اطياف وان شاء الله نزورها باقرب وقت. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم. وشافتكم. شكرا. شكرا جزيلا. اوكي شكرا. باي باي. رجعنا لكم حبايبي المشاهدين. طبعا وكل عام وانتم بألف خير. عائلتنا جميلة صحة وعافية ان شاء الله. قناة الديار وأهلا وسهلا بكم حبيبي الغالي. كل عام وانتم بخير خيتي. وانت بألف خير ان شاء الله. شعب العراق بألف خير. طبعا سؤال بألف. شايل خردة؟ اي نعم. ايش قد؟ ما عندي خردة. خلي صيام منه. اذا ما عندك خردة شغلة دات حبيبي. شو انت تنتل؟ تنتل مولدة. انا يعني شغل مولدة. هذا من ربحة ينطي ثويبي الزملاء معدل. زين اذا نسوي لقاء معودة. يلا المهم اي كمل عادي. ها باوعد. حبي اذا اسألك سؤال تجاوب. اي نعم. اعطيك جائزة. اي نعم. واذا ما تجاوبون تنطوني الف. ان شاء الله. شايلين خودة؟ ان شاء الله. نصرف. شلون؟ نصرف. اوكي يلا السؤال الاول. ما هي رياضة الزومبا؟ اهم شيء تاخذ شعور الداخلي. سؤال. اي نعم. هسه نفكر بهذا. نسيته. ممكن تنطوني الالف لو سمحتم؟ ماكو الالف؟ لو اطلبكم. ديان ديان. اطلبكم. اوكي السؤال الثاني. ما هو أذكى الحيوانات؟ البغبغاء. لا الفهد لو النمر. نعم الفهد لو النمر. الفهد أذكى الحيوانات. ممكن أقول لك السؤال غلط؟ لا غلط والله ما أعرف. صار 2000 تسجلين أنت لو لا؟ أمدين؟ سجل سجل. والأسواق إيش قد يطلبكم؟ ما يطلبنا ولا ربع. وزوجك أبو مولدة بعد. زين سؤال. إذا واحد يتأخر عليك بالتسديد شافك هم تطفي وتشغل بالجوازة سويت ترافيك لايت؟ أيام بالزايد. وتقوم تطفي وتشغل؟ لا أروح له. أروح له إذا ماكو أروح له. احتمال ناسي احتمال طالع. وتطفي؟ أطفي إي. حلو. ما خابرني أروح للبيت. أوكي كل التوفيق لك. طبعاً السؤال الثالث. ماذا يسمى صغير الضفدع؟ شرغوف. شلون؟ شرغوف. هاي شنو هاي؟ اي الضفدع شرغوف. صحيح؟ صحيح. ثبت؟ صحيح. يعني ويا المره شو تقول اوكي؟ ها؟ وياها اكيد؟ اكيد. اذا طلعت غلط؟ لا لا صحيح. اذا طلعت غلط تعطيني 25 موافقين؟ عمي بدال 25 30. يعني هيك ثاقة. مبروك عليكم طبعا ربحتوا ويانا يعني جائزة. معودة بالجائزة قاعد يباوى. هاي الجائزة مقدمة من عيادة ومراكز الديار. واشكركم. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله حبيبي الغالي. وال2000 دينار هاي عيدية من عندي لكل واحد الف. اوكي تحياتي لكم. بارك الله فيك. اشكرك حبيبي.
مرات الحياة ما تنطينا للريدة مرة واحدة ولا بسهولة. مثلا أنا تزوجت قبل 6 سنوات، حياتي كانت هادئة ومستقرة بس ناقصة. تعرفون شنو معنى الأمومة بالنسبة للمرأة؟ هذا الهاجس ظل يكبر بداخلي يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، بس ما أعرف ليش كان أكو بداخلي إحساس غريب إنه أكو أمل. زوجي حاول يقنعني إنه ماكو حل، عكس كلام أهلي وصديقاتي إنه أكيد العلم رح يجي بحل. وسمعت عن مراكز الإخصاب للدكتورة أطياف. بالبداية ما صدقت، بس أخذت العنوان ورحت. ما شاء الله كان المركز مثل ما سمعت عنه، نسب نجاح العمليات وكم الحوامل اللي شفتهم. وشوفت الدكتورة أطياف نطتني جرعة أمل كلش كنت محتاجتها. وهذه كانت قصتي برحلة تحقيق الأمومة. إذا عندك هيك حلم عظيم لا تتردد، لأن قدام تطور العلم ما ظل شي مستحيل. إذا كان حلمك بطفل يتحقق بمراكز الدكتورة أطياف، لا تتردد. المشاهدين أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ننتظركم الباتشو، السؤال بألف، إذا جاوبت أنطيك جائزة وإذا ما جاوبت تطيني الألف. نلتقيكم على حب الله، باي باي.